ستات هذه عبارة عن الإحصائيات للموقع، إحصائيات جدا جميلة، وهذه أحد مزايا جوجل أناليتكس، جزء من جوجل أناليتكس. طبعا زي ما أنتم شايفين الزيارات من وين جت، غالبا تقدر تشوف بالتفصيل الروابط اللي جت من الترافيكس، تقدر تشوف المواضيع اللي أكثر زيارة، تشوف الزيارات بشكل عام، تقدر تغير طبعا، تشوفها باليوم، تشوفها بالأسبوع، تشوفها بالشهر، أو حتى طول فترة ما أنت كان عندك مدونة، أو حتى الوقت الفعلي من ناو. زي ما انتم شايفين طبعا الزيارات هذه انا اللي زرتها، رحت وجيت، وهذه بعض الارقام اللي ظهرت لي. عندي طبعا هذه، انا اقدر اشوف الاحصاءات عن كل تعليق او عن كل صفحه، فارزها لي هنا هذه التدوينات وهذه الصفحات وعدد الزوار عليها. هذا يعطيني اكثر الروابط اللي لما انشر انا رابط مثلا في الجوجل بلس او في الفيسبوك او في التويتر، حيعلمني من وين جاء الزوار، اكثر الزوار من اي رابط جو. الاودينس هذا حيبين لي الناس اللي زاروني يستخدمون اي متصفح، يستخدمون اي اوبريتنج سيستم، نظام تشغيل، من اي دوله، وبالخارطه طبعا. هرجع مباشره للستات اوفر فيو. عندي هنا الايرنينجز، هذه حنسرد لها درس خاص فيها، كيف ممكن تحصل على المال في مدونتك. هذه اللي اوت، اللي اوت هو عباره عن قالب الموقع، التشكيل العام او يعني الشكل العام للموقع، اللي هو هذا طريقه ترتيب، عفوا، ها ترتيب الموقع، انشاء مدونه. الترتيب كيف؟ اللي هي القوالب او المربعات او البوكسز هذه. نرجع مره اخرى التمبلت اللي هي الثيم. طبعا عندنا اكثر من ثيمز جاهزه سواء للجوال او حتى للمدونه، احنا نقدر نغيرها بضغطه او نعدلها بالتفصيل بالكستمايز. حشرح الدرسين حق اللي اوت والتمبلت في شرحين مستقله او في درسين مستقله. اخر درس عندنا اللي هو السيتنجز. السيتنجز او الاعدادات حقت المدونه، زي ما انتم شايفين احنا من هنا نقدر نجي اول اعدادات اللي هي بيسك او الرئيسيه والاساسيه، حنجي التايتل اسم الموقع او عنوان الموقع، حنعدل انشاء مدونه مثلا، حنغير اسم المدونه حقتنا، نقول دروس انشاء مدونه او مدونه بلوجر، مدونه نواف بلوجر. انا كذا انشا غيرت اسم المدونه حقتي، فانا هنا بدل ما هي انشاء مدونه لما اسوي تحديث خلاص انعرف ان مدونتي تغير اسمها، صار اسمها مدونه نواف بلوجر. عندي هنا الديسكريبشن، الديسكريبشن هو وصف الموقع، وغالبا هذا اللي يظهر في بحث جوجل تحت اسم الموقع وفي نفس الوقت تحت الموقع، يعني كل جديد لو كتبنا كل جديد عن بلوجر وسوينا حفظ لها مباشرة حتظهر في الصفحة الرئيسية حقت موقعي أسفل، زي ما أنتم شايفين ظهرت هنا أسفل العنوان الموقع. عندي طبعا هنا البرايفسي، هذا الخيار يبين لي هل تبغى المدونة تظهر في محركات البحث أو لا. طبعا هنا publishing، هذه طبعا إذا عندنا إحنا دومين خاص فينا، إحنا ممكن نضيف الدومين الخاص فينا ونربطها فيه مباشرة. إذا كان في أكثر هذا الخيار permissions، إذا كان عندنا أكثر من كاتب في مدونتنا، ممكن أنا أضيف فلان وعلتان من هنا add authors، وأضيف أشخاص يكتبون في المدونة. البلوج ريدر، الاشخاص اللي يقرون المدونه حقتي، هل اعطي انا هنا حاط اني بادي، اي واحد ممكن ياكسس، معناته انها بابليك عامه، اي واحد ممكن يحط الرابط يدخل على مدونتي. بينما انا اقدر اختصرها اقول اي واحد، اي كاتب او اي يعني قراء انا اختارهم واضيف ايميلاتهم هنا، اخصصهم يعني بالاسماء او بالاشخاص. طبعا هنا حسوي سيف تشينجز. المفروض الحين خلصنا كذا اول الخيارات الاساسيه. هنا طبعا خيارات التدوين والتعليق، يقول في الصفحه الرئيسيه كم تريد اظهار من مدونه. في الصفحه الرئيسيه هنا لما نكتب تدوينات كثيره حيظهر لنا الان باي ديفولت او بالافتراضي بشكل افتراضي 7 تدوينات، انا اقدر اقللها او ازيدها. طبعا غالبا انا احطها 5، هم حاطينها 7 كافتراضي. طبعا هو نقدر نحطها بالديز، اخر 6 او 5 او 7 ايام، او اخر 5 او 6 او 7 مثلا تدوينات، احنا حرين في الصفحه الرئيسيه زي ما هو مذكر لك هنا. عندي هنا البوست تمبلت، انا ممكن اضيف تمبلت معين لما الواحد يجي يبدا كتابه موضوع، حيبين له تمبلت معين يتبعه، مثلا تبدا بالسلام، تنهي بالختام، تحط تعليقك ورايك، تحط الخبر مثلا.
عندي هنا شو كيس ايمجز، حول الصورة في كل صورة حولها في زي البوردر أو الإطار. من هنا احنا نقول شو اللايت بوكس، احنا ممكن نقول له نو. هنا شير تو جوجل بلس اللي احنا شفناه من شوي لما نشرنا الموضوع، قال لي تبغى تنشره في جوجل بلس او لا، وحاط لك الخيار الافتراضي نعم، وانا ممكن احطه لا بحيث انه ما يزعجني او يغطني اذا انا ابغى، او ممكن انشره بنفسي يعني. الكومنت او التعليقات، كومنت لوكيشن امبيدد، طبعا هذه الكومنت اللي هي المربع حق التعليق اللي يجي في اسفل الموضوع. لما انا ارجع افتح طريقه انشاء مدونه جديده، حيجي عندي هنا زي ما انتم شايفين البوست كومنت. هذه البوست كومنت انا اقدر اغيرها، هو طبعا معطيه الخيار يقول امبيدد، معناته انه حيكون اسفل الموضوع او التدوينه. فول بيج، لما اضغط على التعليق حيعطيني صفحه كامله. لما اقول بوب اب، لما احط بوب اب ويندو، لما يضغط على التعليق او اضافه التعليق حيفتح له صفحه خارجيه على اساس انه يعلق. هايد ما راح يكون فيه او حتكون مخفيه، حخليها امبيدد زي ما هي. هو كان كومنت يقول اني ون انكلودز انونيمس يوزرز، اي واحد ممكن يزور المدونه حتى لو ما كان مسجل في جوجل او له حساب عندي في المدونه او اي شيء ممكن انه يضيف لي تعليق. ريجسترد يوزر، اي واحد مسجل معاي. يوزر وذ جوجل اكونت، اي واحد مسجل بحساب جوجل. اونلي ممبرز اوف ذيس بلوج، اشخاص انا اضيفهم او احددهم كاعضاء داخل موقعهم اللي يقدرون يعلقون فقط. كومنت مودريشن، هذه طبعا زي ما باين في التعليق عندي هنا، يقول ريفيو كومنتس بيفور ذي ار ببلشد، يقول اي واحد يعلق هل تبغى تراجع الموضوع قبل ما تنشره؟ طبعا اذا حطينا اولويز بيقول دائما راجع الموضوع بعدين انشره، او الرد عفوا ثم انشره. اللي بعده احيانا وقت معين بعدين ابدا انشره. نيفر معناتها ابدا لا تسالني، اي واحد يكتب اي موضوع مباشره انشره، او اي واحد يكتب اي رد على طول مباشره انشره. عندي شو وورد فيريفيكيشن، اسفل الرد اي واحد يكتب رد يجي معاه المربع اللي فيه نص تاكيد، اللي فيه ارقام حروف ومايله وفيها خط النص على اساس انه ما يكون فيشنج او شخص ممكن يضيف سكريبت يمر ويعلق في كل المدونات او، فانت تتلافى هذه باضافه الفيريفيكيشن. احيانا هي مزعجه وانا ما افضل انها تكون موجوده، فاضيف نو. اذا كان واحد مزعج سويت له سبام، بالمقابل خل اي واحد يعلق بسهوله على اساس يكون فيه تفاعل اعلى في الموقع. شو باك لينكس، طبعا لما نضغط هنا حيعطينا الوصف، يقول enables you to keep track other pages on the web link، طبعا هذا على اساس انك تقدر تتابع صفحات وتشوف الاحصائيات حقتها. طبعا هنا comment form message، لما الواحد يسوي تعليق تعطيه رساله انه تم التعليق وشكرا لك وقم بزيارتنا مره اخرى، هذه من هنا ممكن تضيف رساله في الاخر.